أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن التطورات في محافظة مأرب. أفادت مصادر عسكرية بمقتل وجرح العشرات في احتدام المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب. المصادر قالت إن المواجهات دارت على طول الخطوط الأمامية في مديريات مدغل وصرواح ورحبة. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي مقتل 18 حوثيا بكمين استهدف تجمعا لهم في جبهة المرجح. أما في ذات السياق، شهدت مديرية رحبة جنوبي مأرب نزوحا جماعيا لعدد من الأسر جراء القصف العشوائي العنيف لميليشيا الحوثي. وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين إن العديد من الأسر في رحبة نزحت وتركت منازلها جراء القصف المكثف للميليشيا على قرى المديرية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: توقيت التصعيد الحوثي في مأرب ومآلاته بالتزامن مع دعوات أممية ودولية لوقف الهجمات واستئناف العملية السياسية. ما خيارات الحكومة في ظل إصرار الحوثيين على الحل العسكري؟ نرد على هذه التساؤلات مع ضيوف هذه الحلقة، ولكن نذهب لمتابعة التقرير التالي. على أسوار مأرب يستمر سقوط مسلحي ميليشيا الحوثي دون تحقيق أي اختراق أو تقدم. عشرات القتلى يسقطون يوميا في واحدة من أكثر المحارق دموية منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي قبل 7 أعوام. النزيف اليومي للميليشيا رغم التحشيد المستمر وسقوط الكثير من الأكاذيب الحوثية عن سقوط المدينة التي مثلت أول حائط صد صلب ضد أطماع الميليشيا، جعل من صحراء مأرب والجوف رمالا متحركة لابتلاع الحوثيين ومن يتم خداعهم للالتحاق بصفوفهم. تكتسب مأرب أهمية كبرى في المعادلة اليمنية باعتبارها إحدى عقد الحل والانفراج وميزان شوكة تحول مسار المعركة. تعتقد ميليشيا الحوثي ومن خلفها طهران أن دخول مأرب والسيطرة على حقول النفط والغاز يعني قدرتها على حسم المعركة واستكمال السيطرة على شمال البلاد والحصول على تمويل لحروبها القادمة وفرض شروط جديدة للتسوية. الشرعية التي تناور بمعركة مأرب دون تقديم الدعم الكامل كما تتعامل مع بقية الملفات العالقة لا تجرؤ على تحويل مسار المعركة بعيدا عن إملاءات التحالف السعودي الإماراتي أو الخطوط التي رسمها اللاعبون الآخرون الذين أوقفوا المعارك على أبواب صنعاء وسمحوا بوصولها لأبواب مأرب. السعودية ما زالت ترى أن معركة مأرب فرصة لإنهاك الحوثيين والجيش الوطني على حد سواء واستنزاف القدرات، مع الحرص على إبقاء المعركة في ذات المربعات وإبقاء جميع الأطراف في حالة إنهاك مستمر حتى يتم القبول بالتسوية في ملفات أخرى مع الحوثيين من جهة ومع الشريك الإماراتي من جهة أخرى. ميدانياً كشفت السنوات 7 من عمر المعركة عن تماسك ملحمي لقبائل مأرب وقوات الجيش والأمن والمجتمع الجديد في المحافظة واستبسال في تقديم صورة للتعايش والقبول بالآخر والدفاع باستماتة عن أهم معاقل الجمهورية. الموقف الدولي من الحرب في أطراف مأرب فشل في الضغط على الحوثيين بوقف الهجوم على المحافظة التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين الهاربين من جحيم الحوثيين في عشرات المخيمات، ولم يتجاوز الضغط الدولي والأممي سقف التصريحات والتلويح باستخدام عقوبات يدرك الحوثيون أنها لن تصدر. من جديد أهلا بكم، وينضم معنا رئيس شعبة الصحافة العسكرية في التوجيه المعنوية السيد رشاد المخلافي. مرحبا بك سيد رشاد، مساء الخير. سيد رشاد، ما هي آخر المستجدات على محاور الجبهات في مأرب؟ أين تتركز المواجهات بالضبط؟ مساء الخير أخت أمل لك ولضيوفك ولمشاهدي قناة بلقيس. وسبتمبر مجيد، طبعا المعارك تركزت في جبهة المشجح
والكسارة ورحبة يعني خلال ال 24 ساعة الماضية. طبعا حاولت الميليشيا التسلل في أكثر من 18 حوثيا في جبهة المسجح، لكنه تم إبادة هذه المجاميع بأكملها ولم يعد منهم أحد. في جبهة الكسارة منية الميليشيا بخسائر كبيرة واستنزاف لعناصرها، هناك العشرات من القتلى. طبعا استطاع الجيش الوطني أن يتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، استطاع تحرير تباب حمة الذئاب وحمة الصيد وملبودة، وقطع خطوط إمداد الميليشيا من جبل من مواقعها في هيلان والمقدرة، بالإضافة إلى جبهات صرواح تحاول الميليشيا ما بين الحين والآخر الهجوم، لكنها تمنى بهزائم. في جبهة رحبة حاولت الميليشيا بأمواج بشرية بمخطط إيراني يستخدم الأمواج البشرية والأنساق المتعددة، لكن كان الجيش الوطني وأبطال المقاومة من أبطال قبائل براد ذهب المرصاد كبتوا عشرات القتلى، وهناك أسرى أيضا من الحوثيين، بالإضافة إلى أربع غارات صباح اليوم نفذتها الطيران التحالف العربي تهدف مجاميع وحوثية وأرسال من مدرعاتهم في مؤخرة الجبهات. طبعا الميليشيا منيت الى الان بانتكاسات كبيره برغم محاولتها المستمره لاختراق الجبهات. نحن ندرك ان هناك تواطؤ ايضا، وهي ايضا تستغل ما يحصل في المحافظات الجنوبيه من خلال الاحداث منشات بالحق، من خلال الضغط الشعبي والقبلي على وقرار المحافظه بقياده محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عدي. نعم سيد رشاد، برأيك لماذا تستبسل الميليشيا بمحاولاتها المتكررة رغم خساراتها الكبيرة في اختراق هذه الجبهات، بالذات هذه الجبهات التي ذكرتها الآن، ما الذي تمثله للميليشيا؟ طبعا هي مأرب، بالنسبة للمأرب اليوم نحن نتحدث عن الميليشيا عبارة عن أدوات، اليوم من يدير المعركة هم ضباط من الحرس الثوري الإيراني وخبراء أيضا من حزب الله، اليوم إيران هي منخرطة مباشرة في معركة مأرب، وتعتبر معركة مأرب معركة بالنسبة المصيرية بالنسبة لمشروعها الاستعماري التوسعي لليمن والجزيرة العربية. لذلك هي منيت وبهزائم كبيرة في معارك جبهات مأرب الشمالية الغربية والجبهات الغربية والجبهات الجنوبية وجبهات شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، وكذلك جبهات شمال محافظة الجوف في القعيفر ومعسكر الخنجر. هي حاولت مرارا طوال الفترة السابقة اختراق هذه الجبهات أيضا في الشهلاء والجدافر، لكنها منيت بخسائر كبيرة واصطدت بدفاع قوي وصلب من أبطال الجيش الوطني. نعم. الذين استطاعوا أن يديروا المعركة باحترافية ومهنية عالية وبأقل الخسائر وبأقل الإمكانيات. نعم. مقارنة بما يمتلكه ميليشيا الحوثي. سنعود للحديث أكثر عن لها حليفان، لا يمكن أن نتحدث عن. نعم سيد رشاد، سنعود للحديث أكثر حول هذه النقطة والإمكانيات المتاحة للجيش الوطني ومستوى الدعم الممنوح من القيادة العليا للجيش الوطني في مأرب لمواجهة هذه الهجمة المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي، ولكن تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أرحب بضيفي الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب. مرحبا بك دكتور علي، مساء الخير. دكتور علي، كيف تقرأ تصعيد الحوثي في مأرب وتوقيته في هذا الوقت تزامنا مع الدعوات الأممية والدولية للعودة إلى المسار السياسي؟ تحية لكم جميعا. الواقع أنه الحوثيون دأبوا على استراتيجية معروفة وهي فاوض وتقدم أو فاوض وحارب، وهذه الاستراتيجية عملوا بها منذ أن كانوا في صعدة، فكلما كانت المفاوضات التي يطرحونها تجري كان هناك عمل عسكري على الأرض، والآن هم كما يشاع أنهم عرضوا مبادرة سموها مبادرة مأرب،
أعرضها على الوفد العماني، ولكن هناك ما يثار بشأن تناولها بين أوساط قبلية داخل المأرب أو وساطة من هذا القبيل، وهي بطبيعة الحال يعني استراتيجية تحاول الضرب في معنويات المقاتلين أو القبائل والجيش، وتوهم من ناحية أخرى بأنها ستمنعهم الكثير من الإمكانيات أو من إدارة المنطقة أو الدولة إذا ما استسلموا. وهذه يعني استراتيجية مفضوحة، لأنهم دائما وأبدا ما ينقضون المواثيق والعهود التي يبرمونها، ولعل ما حدث في عمران وما حدث أيضا باتفاق السلم والشراكة لخير الدليل على أنهم لا يوفون بعهد ولا باتفاق. نعم. الباب الآخر وهو استقبال المبعوث الأممي الجديد بمعركة عسكرية تثبت أن موقفهم صلب، وهذا يضعهم أمام شروط أقوى من حيث التفاوض، لأنه يمنح لأن شروطهم ستكون أعلى مما لدى الطرف الآخر، فضلا عن أن الطرف الآخر يواجه تحديات كثيرة بخصوص يعني انقسام صفوفه وما يثار حول وجود تآمرات عليه من داخل التحالف نفسه. نعم، سأعود إليك سيد علي الذهب. اسمح لي لأن أرحب بضيفي القيادي في جماعة الحوثي السيد نصر الدين عامر. مرحبا بك سيد نصر، مساء الخير. هناك دعوات أممية ودولية لجماعة الحوثيين بوقف الهجمات، لماذا يصعد الحوثيين في مأرب مع تزامنا مع هذه الدعوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما يحدث أن هناك عمليات عسكرية معروف أنها موجودة منذ اليوم الأول لهذا العدوان، بل ومن قبل ذلك في محافظة مأرب باتجاه مختلف المحافظات، سواء باتجاه صنعاء وأمانة العاصمة وصولا إلى نهم، وكذلك باتجاه الجوف أو باتجاه البيضاء، وكل هذه العمليات تنطلق من مأرب. إذن هي جبهة ليست جديدة، ولا يحق أن نقول أن هناك تصعيد طالما وهي جبهة مفتوحة منذ البداية، وهي أسخن جبهة من يعني من بقية الجبهات. الدعوات الأممية يعني للسلام هي أولا لو كانت منصفة لتحدث عن المبادرات التي قدمت بخصوص مأرب. نحن في صنعاء السيد عبد المجيد قبل أيام أعلن عن مبادرة قدمت منذ فترة، قدمها للطرف العماني وقدمت أيضا لأبناء مأرب، وهي مبادرة منصفة تتحدث إلى أبناء مأرب بأن أبناء مأرب هم من يحكمون مأرب، وهم من يتحكمون في ثروات مأرب، وهم من يتصرفون في 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 مأرب وما إلى ذلك، ولكنهم لم يتفاعلوا معها بإيجابية بل وتجاهلوها تماما، وهذا يدل أن خياراتهم عسكرية وبأنهم ليس لديهم جدية في السلام، سواء من يتحدثون يعني الضباط السعوديون وكذلك من خلفهم القيادة السعودية والضباط الأمريكيون الذين يديرون هذه الحرب، هم لا يريدون السلام ولا يسمحون لأبناء مأرب بأن يتعاطوا بإيجابية مع هذه المبادرة. إذا نحن ولكن سيد نصر وفق التقارير الدولية أيضا ووفق شهادات المبعوثين الأمميين، دائما ما يحملون جماعة الحوثي مسؤولية عرقلة مشاورات السلام عندما تهدئ الحكومة والجيش الوطني من في الجبهات، يذهبون الحوثيين للتصعيد. المنظمات الأممية في نهاية المطاف هي ليست محايدة، سبق وأن يعني أعلن يعني الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان هي تنقل فقط ما تراه في الأرض السعودية. هي تنقل فقط ما تراه على الأرض. عندما هدأت السعودية ذهبت الجماعة للتصعيد على الحدود وإمطار الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ. أي عمليات باتجاه السعودية ما هي إلا ردة فعل، وهي رد مشروع على العدوان الذي انطلق علينا. أعلن العدوان علينا من أمريكا، أعلنته السعودية ولم نعلن نحن العدوان. عندما تتوقف السعودية وأمريكا عن هذا العدوان سنتوقف تلقائيا، لكن أن نطالب بوقف عمليات الرد فيما عمليات الهجوم مستمرة والغارات مستمرة والحصار مستمر، هذا غير منصف وغير منطقي، ولن نقبل به ولن يكون أبدا. صحيح. يعني صحيح، ولكن السعودية في أكثر من مرة مدت يدها للسلام. نعم، ولكن السعودية في أكثر من مرة مدت يدها للسلام. غير حقيقي، السعودية لم تمد يدها للسلام أبدا، وإنما تناول مناورة سياسية. نحن قدمنا مبادرة، الرئيس المشرطة أعلن مبادرة من طرف واحد، وأوقف الطيران المسير والصواريخ البالستية من طرف واحد وبدون شرط،
مقابل ان يتوقف العمليات العسكريه من الطرف الاخر. لم تتوقف وظلت هذه المبادره ساريه المفعول لمده طويله، لم يبادروا ابدا. لكن اليوم هل مطلوب منا ان يستمر العدوان والحصار والغارات تستمر فيما نحن نتوقف عن عمليات الرد؟ هذا غير منصف، ونحن لا يهمنا ان يرغب المجتمع الدولي، كل العالم لا يهمنا. هل عمليه الرد تكون بقصف الاحياء السكنيه في مأرب كما يحدث في مديرية رحبة؟ لماذا لا نشاهد في شاشاتكم المدنيين المقصوفين؟ إذا كان هناك فعلا قصف للمدنيين أظهروهم، أعرضوهم في الشاشات، ونحن مستعدون للتحقيق، أن تكون هناك لجان تحقيق. لكن الادعاءات، نحن في صنعاء نصور المجازر ونصور القتلى والأطفال والأشلاء على شاشات التلفزة وتحضر القنوات العالمية والدولية وتصل إلى وأيضا على شاشات قناة بلقيس، وأيضا على شاشات قناة بلقيس نحن نقوم بتغطية كل الجرائم، جرائم التحالف في مناطق سيطرة الحوثيين. سأعود إليك سيد علي، تكرم بالبقاء معي، اسمح لي لأن أذهب إلى ضيوف الآخرين. أعود إلى ضيفي رشاد المخلافي. أعود إليك سيد رشاد بالحديث عن إمكانيات الجيش الوطني ورجال القبائل في مأرب في ظل التصدي لهذه الهجمة الشرسة من قبل ميليشيا الحوثي، وما هو مستوى التنسيق والدعم من القيادة العليا؟ اولا دعيني في على عجاله ان ارد على العامر بكلمتين. يعني عندما يتحدث عن العدوان الحوثية، اكبر عدوان اجرامي وقع على اليمن، الحوثية كارثة، الحوثية هي رذيلة الرذائل التي ابتليت بها اليمن. يجب ان نكون واضحين. ثم عندما نتحدث عن معركة مأرب ومعركة الحديدة، كيف تدعى العالم والأمم المتحدة لإنقاذ الحوثي وتم حماية ميليشيات الحوثي في الحديدة، ليتم من خلال الموانئ الحديدة ادخال كل الأسلحة والصواريخ والخبراء الإيرانيين. هذه أدوات رخيصة بيد إيران وبيد أيضا مشروع يعني غربي كبير لتفكيك المنطقة هذه. أما يجي يتحدث لي عن عدوان، وهو أكبر عدوان انتهاكتهم على مدار الساعة، سواء كانت في المناطق التي يسيطرون عليها، حتى النساء يتم قتلها، يتم الاقتحام المنازل وقتل النساء، هذه سابقات لم تحصل في تاريخ اليمن. أيضا عندما نتحدث عن المدن وحصار المدن وقصف المدن بالصواريخ البلدية، هذه العقلية النازية الإجرامية. نعم سيد رشاد، ولكن السيد ناصر يتحدث أنهم يقومون بالدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم لهجمات طيران التحالف، وأن جبهات مأرب هي جبهات مفتوحة. هؤلاء هم من استخدموا السعودية والإمارات، واليوم نحن نعاني أيضا من الدور الإماراتي. الدور الإماراتي أيضا على المستوى السياسي والعسكري واللوجستي والاستخباراتي والأمني وحتى الدعم العسكري، مع الحوثي قلبا وقالبا، وفضحت أوراقهم في أكثر من جبهة، فضحت حتى أمام المواطن البسيط اليوم يدرك مدى التعاون الإماراتي الحوثي. أيضا من الذي استخدم الحوثي من داخل صعدة؟ كان التحالف نفسه له دور، الأشقاء سواء كانوا في المملكة أو الإماراتيين، ودفعوا لهم أموال للقضاء على ثورة الشعب التي خرج بها بأكبر مشروع ما يسمى مخرجات الحوار الوطني، والتي كان قاب قوسين أو أدنى للانتقال إلى مشروع بناء الدولة. هؤلاء قضوا على كل شيء، هؤلاء أعداء الشعب، وهم من يستدعوا كل هذه الأفراد إلى اليمن. أما بالنسبة للحكومة الشرعية، أمام الحكومة الشرعية أولا القضاء أن إنهاء تشظيها. نحن وأنا أقول من هذا المنبر، من منبر بلقيس اليوم، أي مسؤول يمني سواء كان برلمانيا أو وزيرا أو موظف حكومي أو يتعامل مع الإمارات يعتبر حوثي ويعتبر خائن، وعليه يجب أيضا مقاضاته. أمام الحكومة الشرعية أوراق كثيرة ما زالت، العودة إلى أرض الوطن، أيضا الدعوة لفتح مواردها السيادية، النفط والغاز، ونحن قادرين على تسليح الجيش الوطني. الجيش الوطني اليوم مأرب تستنخر بمؤسسات دفاعية دستورية. الجيش الوطني الذي استطاع أن يكسر أكبر مشروع في المنطقة، وأنتم تعرفون العراق كيف غرق بالميليشيات الشيعية بأخوات الحوثية. اليوم العراق عاد مئات السنين إلى الوراء، وهو يرقد على بحيرات من النفط
وأغنى دولة تحولوا إلى جياع وإلى مهاجرين في شتى بقاع العالم أمام الميليشيا. اليوم إيران ما دخلت يعني دولة إلا وقضت عليها ودمرتها وعتقتها. نعم شكرا جزيلا. السنوات أما الجيش الوطني قادر، والجيش الوطني استطاع إذا كان خلال يعني من يناير 2020 وحتى هذه اللحظة أكثر من 10,000 قتيل حوثي وبينهم خبراء إيرانيين ومن حزب الله طبعا وعشرات العربات المدرعة ومئات الأطقم. كانت 2021 محرقة كبرى للميليشيات الحوثي. أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا نعم شكرا جزيلا لك. من 300 جيوش حوثي. نعم السيد رشاد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية في التوجيه المعنوي، أعتذر على المقاطعة ولكن لم يعد لدي وقت وما زال لدي ضيوف. أشكرك جزيل الشكر أنك كنت ضيف معي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور علي الذهب. دكتور علي لعلك استمعت لحديث ضيفي السيد نصر الدين، تحدث أن الحوثي ليس الجهة المعرقلة للدعوات الأممية والدولية للعودة لمسار السلام، وأنه في حالة دفاع سواء كان على الحدود السعودية أو حتى في محافظة مأرب. طبيعة الحال هو يرفع عقيرته لدى الآخرين بأنه مظلوم أو جماعة الحوثي، على نقول جماعة الحوثي، لكن هي في الأساس سلطة انقلابية. إذا أردنا أن نوصف الوضع على حقيقته بأنها سلطة انقلابية انقضت على سلطة شرعية أو سلطة معترف بها دوليا أو سلطة توافق عليها مؤتمر الحوار الوطني، سلطة انقلابية أسقطت الجيش وأسقطت الدولة وسرحت الضباط والموظفين وقطعت المرتبات وتدرعت بالعدوان لتبقى هي صاحبة المظلومية. إذا أراد الحوثيون أن ينصعوا للسلام عليهم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والسماع صوت العقل لدى الموجودين لديهم في الداخل الذين باتوا تحت خط الفقر والإرهاب وما إلى ذلك. وهنا يبدأ الحديث عن المصالح اليمنيين، أما أنهم ينظرون إلى مصلحتهم وحدهم بوصفها مصلحة اليمنيين فلن نصل إلى حل، لأنهم في الوقت الراهن يقولون أنهم الدولة وأنهم الشعب، وهذا غير واقع. الدولة والشعب تقاسمها مجموعة من القوى وهي حاضرة على الأرض في المحافظة الجنوبية، وهناك أيضا الحكومة المعترف بها دوليا. نعم. وأيضا القوات الأخرى المرابطة على الساحل الغربي. هذه هي حقيقة، لابد أن ينصعوا أولا لقرارات الأممية وأن ينصعوا المبادرات التي تطرحها الإخوة في عمان أو في الخليج، وهذا يحقن دماء اليمنيين جميعا. هم ليسوا اليمنيين وليسوا هم السلطة الوحيدة التي تحكم البلد. نعم شكرا جزيلا لك. إذا السيد علي الذهب الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية، شكرا لك دكتور علي. عودة أخيرة إليك سيد نصر الدين عامر. إذا يقول السيد علي إن كان الحوثيين فعلا يريدون سلام ويريدون تغلبة المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الناس التي تعبت من 7 سنوات من الحرب، عليهم الانصياع للقرارات الدولية الأممية. نعم قبل أن أرد على سؤالك، كان ينبغي يعني وأتمنى منكم ضيفكم الذي كان قبل الدكتور علي يتحدث بسباب وشتائم لا تليق بشاشتكم أن تسمحوا فيها يعني ضدنا، ونحن في نهاية المطاف لا تدل لا على هزيمة ولا انتصار أن نسب، لكن على كل الأحوال يعني مسألة القرارات الدولية وما إلى ذلك، الآن مجلس الأمن نفسه والدول الكبرى تصل يعني وصلت الى قناعه بان القرار 2216 غير قابل للتطبيق وغير واقعي ولا يمكن ان يفرض، حتى هم لم يستطيعوا ان يفرضوه بالقوه. فاذا نحن نتحدث اليوم عن عدميه عن الذهاب، لان هذا القرار اذا لم تكونوا تتذكروا ساذكركم ببعض ما فيه، باننا ننسحب من صعدة ومن صنعاء ومن الحديدة، وهذا الأشياء لم تستطع دول العدوان أن تفرضها بالسلاح. تسليم هذه المناطق للحكومة الشرعية، هذا هو المنطقي.
لا يوجد شرعية، هي مسجونة في فنادق الرياض. هل تقصدين هؤلاء المسجونين في فنادق الرياض هل تسميهم شرعية؟ أم تقصدي الانتقالي؟ أم تقصدي الإمارات؟ أم تقصدي البريطانيين الموجودين اليوم في المهرة؟ أم تقصدي يعني السعوديين المتواجدين اليوم في مارب؟ من تقصدي بالشرعية؟ من الذي جلب هؤلاء كلهم؟ أليس انقلابكم على السلطة وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى العملية السياسية التي كانت في طريق سيرها للخروج برؤية جديدة لليمن؟ هم يقولوا بأنهم جاءوا بناء على طلب من ما تسميه بالشرعية أنتم، ما تسمونه بالشرعية، من عبد ربه منصور الهادي. نتيجة انقلابكم على هذه الشرعية بتأكيدهم. ممكن أن تسمحي لي وأن تفضل. حتى من أطلق من أصدر البيان من أصدر تفضل. البيان بالترحيب لهم هو حزب الإصلاح، لسنا نحن من رحبنا بهم، من رحب هو حزب الإصلاح وأصدر بيانا يؤيد فيه عاصفة الحزم، ثم يتباكى اليوم ويقول بأنهم أصبحوا متحالفين مع الحوثيين ومع أنصار الله ما يسمونهم، بينما هم من أطلقوا عبد ربه منصور هادي هو يقول بالرغم أنه كاذب وهم يكذبون لم يستدعوا، وإنما جاء هذا عدوان خارجي يستهدف الجميع، واليوم هم أصبحوا مساجين مسجونين. إذا لا وجود لهذه الشرعية التي تسمى، وما يحاول أن يفرض اليوم بالمسارات اليوم المطلوب والشيء العملي الذي يفيد الناس والذي يحتاجه الناس والذي يخرج اليمن من الأزمة هو أن يتوقف هذا العدوان على الشعب اليمني، وهذا العدوان نقصد به كل ما يتعرض له اليمنيون في الشمال وفي الجنوب في المناطق في المحافظات كلها، وأن يرفع هذا الحصار وهذا الظلم هذا الانهيار الاقتصادي الذي تسببه هذه الدول الإجرامية السعودية والإمارات ومن يتعامل معها في الشمال وفي الجنوب. ولا أعتقد أن هنالك أي أحد من جميع الأطراف لا يتمنى ما قلته أن يحدث ما قلته. الناس تعبت والجميع تعب من هذه الأوضاع، والجميع يريد أن يقف الحصار، أن تقف الغارات، أن تقف الجبهات، أن يقف النزوح، أن يقف هذا التدهور الاقتصادي المميت لليمنيين في اليمن. شكرا جزيلا لك سيد نصر. وصلنا إلى نهاية الوقت، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي رئيس شعبة الصحافة العسكرية في التوجيه المعنوي من مأرب سيد رشاد المخلافي، وكان معي أيضا الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية الدكتور علي الذهب، وكان أيضا معي القيادي في جماعة الحوثي السيد نصر الدين عامر. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، والشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة ولزميلي معد هذه الحلقة الزميل راضي صبيح. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.